متابعة مع أميمة تمام، إليك أميمة. شكرا لك رغدة، شكرا لك نهى. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، تنضم إلي من محافظة الإسماعيلية المصرية نورهان عجيزة مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك نورهان. إذا هي الدورة الأولى لمهرجان، هو الأول من نوعه، الأفلام التسجيلية والقصيرة، حدثينا عنه. تحياتي من مهرجان الإسماعيلية الدولي، أول مهرجان عربي يتخصص في صناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية والروائية والقصيرة في دورته 25، حيث يحتفل باليوبيل الفضي في هذه الدورة ويضم عدد كبير من الفعاليات والفقرات الفنية. تم افتتاح المهرجان اليوم في تمام الساعة 6 مساء لاستقبال الحضور في تنظيم على أعلى مستوى لاستقبال رموز الفن المصري والعربي والأجنبي. وبدأ حفل الافتتاح اليوم بعرض فيلم قصير مدته 5 دقائق عن تاريخ المهرجان طوال 25 عاما، وأيضا تم عرض فيلمين رممهما مهرجان الإسماعيلية الدولي احتفاء بمئوية رائد السينما التسجيلية عبد القادر التلمساني، وهما فيلم الفأس والقلم وفيلم نهاية خط برليف. أيضا يضم المهرجان عدد كبير من الفعاليات والورش الفنية، منها ورش الإخراج وورش التحريك أو الأنيميشن، ويكرم عدد كبير من المخرجين والفنانين على المستوى المصري والعربي والأجنبي. وبالفعل اليوم تم تكريم المخرج الأمريكي ستيف جيمس، وأيضا المخرج الفلسطيني مهدي فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد علي، وذلك نظرا لمشاركتها في عدد كبير من الأفلام التسجيلية. أيضا المهرجان يضم عدد كبير من المسابقات، منها مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمشاركة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة بمشاركة 20 فيلما، أما مسابقة التحريك بمشاركة 18 فيلما، ومسابقة الطلبة بمشاركة 17 فيلما. يضم المهرجان 121 فيلما من 62 دولة. ومن خلال لقائي اليوم برئيس المهرجان الناقد عصام زكريا، أكد على أهمية المهرجان وأكد على وجود وتنوع سلسلة متنوعة وكبيرة من الفعاليات على مدار أيام المهرجان حتى 5 من مارس. نعم، وسوف نتابع معك نورهان. نعم نورهان، نظرا لانتهاء فترة النشر الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا، وسوف نواصل معك متابعة فعاليات هذا المهرجان الكبير من الإسماعيلية المصرية. نورهان عجيزة، شكرا جزيلا لك.